إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وإيمانا منها بنبل وعمق هذه المهمة وبالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد عمدت إلى تنظيم هذا اللقاء الوطني لتحضير حملة مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل لموسم 2019 كمحطة تتويج وإشادة، بل هو تقييم وتثمين للعمل الجبار والمتميز لحصيلة 2018، أين سجلنا أضعف نسبة خسائر للغابات منذ الاستقلال، وهذا جاء كنتيجة للتنسيق المحكم بين مختلف الشركاء الفاعلين والجهد المتميز والعناء المستمر واليقظة المتبصرة عاملا بالتوصيات المنبثقة من اللقاء عن اللقاء الوطني للسنة المنصرمة. مكنت السلطات العمومية قطاع الغابات من اقتناء وسائل حديثة للوقاية والتدخل، وهكذا حصلت إدارة الغابات هذه السنة بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعيشها بلادنا على 84 شاحنة صهاريجية من الوزن الخفيف المخصص لمكافحة حرائق الغابات، وتمكنت من وضع 10 رتل متحركة لتدخل وتزويد أعوان، وكذا تزويد أعوان الغابات ب 4600 بذلة كاملة مقاومة للنيران ستسمح لا محالة بتحسين قدرات التدخل في فرق العمل في الميدان.